نتمنى رمضان مبارك سعيد بالصحة والعافية على الأمة المغربية والإسلامية. وهذا شرف كبير، كنشكركم على هاد القناة اللي تشرفت وجات العندي باش دير معايا واحد الحوار حول النشأة ديال كرة القدم المصغرة أو الميني فوت واللي صبحت الآن كرة الصالات. أنا أستاذ محمد الحمزاوي، أستاذ التربية البدنية، درت التكوين ديالي الأكاديمي في المركز التربوي الجهوي ديال فاس، ومارست عدة رياضات وانطلقنا من كرة القدم من الفئة الصغرى ديال النادي القنيطري، واللي كان داني النادي القنيطري هو المرحوم حميد البصيري اللي كان جارنا در الباشا حسن في المدينة. ومن بعد انقطعنا ومشينا مشيت لكرة السلة مع الفئة الصغرى ديال النادي القنيطري مع التهامي مع حسن بن خدوش مع واحد المجموعة، وبقينا تبعنا الدراسة، انقطعنا وتبعنا الدراسة ولكن شاركنا بزاف في الألعاب المدرسية. الألعاب المدرسية هي اللي خدمنا فيها. في سنة البكالوريا توجهنا للمركز التربوي الجهوي ديال التربية البدنية. هذا التكوين هذا ديال المراكز الجهوية هو تكوين أكاديمي ديال سنتين وكتبث فيه جميع الرياضات. للأسف مبقاش هذاك التكوين دابا، كان تكوين فيه حصص اللي هي تطبيقية داخل الأقسام ومن بعدها كتكون تطبيقية في الملاعب الرياضية. ومن بعد جا التعيين ديالي في المنطقة ديال بني ملال في سوق السبت ولاد النما، اللي تما خلقت واحد البطولة ديال النواحي بعبارة أخرى ديال الدواور، وخلقت واحد البطولة سنوية ديال كرة القدم. من بعد التحقت بني ملال ولعبت مع الفريق المهني ديال الأساتذة اللي تابع العصبة ديال تادلة. مرت بديك المرحلة واحد 3 سنوات وجيت للقنيطرة. جيت للقنيطرة تعينت في مدينة القنيطرة، تسلمت التدريب من يد السي محمد عكوش اللي كان مشى يطور التكوين ديالو في المعهد ديال مولاي رشيد، وقبضت ليكيب ديال التقدم مع السي محمد الكحل ومع السي محمد الناصري الفقيه في 82 حتى 84. وتما انطلقت في المسار ديالي الرياضي، بقيت في التخصص ديال كرة القدم. ملي ذكرتي مدينة القنيطرة والعلاقه ديالها بميني فوت، هي مدينه القنيطره ما مشهوراش غير بميني فوت، هي مدينه القنيطره مدينه الرياضات بحكم التموقع ديالها والغابه والواد والشاطئ، مدينه ديال الرياضيين وديال الرياضات. الى نبغيو ندير واحد القراءه تاريخيه للرياضات في القنيطره، كانت ديما في القمه جميع الرياضات. ولكن باش نبقاو في الموضوع ديال الميني فوت، الميني فوت القنيطرة كانوا في الازقه كيلعبوا ما يسمى بقويتات، ما كانش السيارات بزاف، وكانت شارع محمد الخامس هو اللي كان خدام بزاف. كانت الازقه كتستغل في 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 النشاط ديال القويتات، وكانوا من بعدها كانت واحد الساحات اللي معروفه كانت كدير فيها بطوله في مدينه القنيطره ديال كره القدم المصغره او الميني فوت، بحال الجروب 6 في البوسطه والاطلس الساحه الاطلس والرياض وديور سنياك والملاح حدا الزاويه التيجانيه. هاد المناطق هادو كلها كانت كتلعب فيها بطولات ديال. جات باش ولات كتلعب بطريقه مقننه بواحد في ملاعب ديال كره اليد. الاصل ديالها هو فريق كره اليد ديال النادي القنيطري، اللاعبين ديالو كانوا كيقوموا بعمليه تسخينيه عن طريق ممارسه كره القدم في الملعب ديال كره اليد. هذا هو الاصل الاول في عماك السعدي، في ثانويه عماك السعدي. من بعد بداو تيلتحقوا بهم المجموعه ديال دومو بما فيهم عبد الله ومصطفى والعربي وعبد علي والحاج الله يرحمه السي محمد، ولاو كيجيو ينشطوا معاهم فهاد انطلقت سيدي. اول ما انطلقت الميني فوت بتنظيم ديال دوري كان توفى المرحوم منير الخلطي من المنطقه ديال المدينه العليا ومن المجموعه ديال كره السله. كان ديك الساعه حسن بن خدوش في طنجه كيلعب مع البنك الشعبي، وكتعرف المنطقه ديال الشمال طنجه وخاصه طنجه وتطوان كانوا عندهم علاقات كثيره مع النشاط الرياضي الاسباني، وكانوا كيمارسوا حتى هما في التسخينات ديالهم هاد المقابلات ديال كره السله. ملي توفى المرحوم بغاو يديروا له واحد الذكرى تنشيطيه بحكم علاقته بالرياضه وعلاقته هو بالرياضه في الحي، وهم يخلقوا هاد الدوري رمضاني سنه 82 83 83 داروا هاد الدوري الرمضاني ودا برزت فيه فروق. اللاعبين ديال كرة السلة ديال نادي القنيطري مجموعة الجمارك اللي في نفس الحي، العمالة القديمة المعمورة، الفرقة ديال حميد بن عمر الوطنية وعندك سيدي المجموعة ديال نادي الميناء اللي كان كيشرف عليه سي فؤاد بوهوش، وبدات كتنتشر عام على عام ولعبوا فيها هاد الفرق هادي. كان كيجي رمضان في الفتره الصيفيه، اذا البطوله كتكون حابسه. جميع هاد الفرق هادي كانت مدعمه بلاعبين مميزين في النادي القنيطري وفي النهضه القنيطريه، كجمال، كخليفه، كعبد الله السحاسح، كمنصور، كبوشتا النهضه، كاجالي، اجاليات بجوج اللي في النادي القنيطري واجالي ديال النهضه، المرحوم مصطفى نقيله. المهم عطاو واحد القيمه لهذيك الفرق وعطاو واحد القيمه زائده للبطوله عن طريق ماذا؟ عن طريق الفرجه، لانهم هادو كانوا ديجا لاعبين مميزين في الفرق ديالهم وجاو طعموا هاد الفرق هادي، نشطوا البطوله وتميزوا بالنوعيه ديال اللاعب. بدات هاد البطوله كتجرى طيله شهر رمضان. المقابله الاولى كتنطلق مع 4 ديال العشيه والثانيه مع 5:15 ل 5:30 تقريبا. كسبت واحد الشعبيه كبيره في المدينه، ولا عندها جمهور ديالها خاص ديالها، لان الناس كتستمتع بالفرجه، كتستمتع وكتشوف واحد الرموز ديال كره القدم القنيطريه كتشوفها مباشره. من بعد ولا كاين ولاو فرق من المدينه كامله، زاد الفريق ديال الخبازات اللي كان كيترقصوا المرحوم حسن المشقشق، جات الفريق ديال دار الشباب اللي كان فيه بويكا وكان فيه عبد الله الدعدي وكان فيه علي ديال تيبغ، وكانت فروق يعني ديال المنافسه والتنافس الشريف، وكانت سيدي تزادت فروق كثيره. بقات هاد تلعبت واحد 3 سنين، هو عاد جات الفريق ديال الاجاكس، لان الاجاكس الاصل ديالها فريق ديال كره القدم 11، وكان تاسس في الوقت ديال ملي برزت فريق اجاكس مع كرويف 72 73، تمام، اللي كان كيلعب فيها حسن سربوت، سي محمد الجامعي، كان كيلعب فيها مصطفى روحو وواحد المجموعه، وهما نيت اللي انتقلوا بالفريق ديالهم لهاد البطوله ديال لا باقي ما كاينش العصبه ديال هاد الدوري ديال رمضان. دائما بقى هاد الدوري طال. من بعد كثروا الفروق ولا الطلب على هاد اللعبه، وهما يديروا نوع ديال بطوله الفرق ديال الاحياء في الميني فوت، بداو كيديروها نهار الحد في الصباح، واللي تكلف فيها في التسيير وهو الحاج العلوي العلوي ودابا تفكر الاخ الاخر اللي معاه بنوكر لا نجيب الحاج الشافعي الحاج الشافعي سهمت اييه هادو هما اللي تكلفوا بهاد البطوله هادي وضحاو فيها لانك انت كتبقى تمايا من 8 الصباح حتى 3 العشيه سون زاري غتولوا ماراطون اللي في نفس الصبيحه كيلعبوا الفرق كلهم وداك الشيء كان منظم بالطابلو تاعهم بالمقابلات بالترتيب بكل شيء بقات غادي هكاك الامور. فريق ديال اجاكس سي محمد الجامعي بدا كل عام كيجدد اللعابه كيطعم الفريق بلاعبين تقنيين وكانوا باينين في المدينه. ضحى مع هذا الفريق انه وصلوا للعالميه. فاش كنقولوا اجاكس وصل للعالميه صافي ديال مدينه القنيطره وصلت للعالميه. اولا المغرب كله ولا تيعرف كره القدم الميني فوت كاينه في القنيطره عن طريق اجاكس. الاتصالات ديالو هو والعلاقات ديالو هو ولات عالميه. بدا كيشارك لان ما بقاتش البطوله موقفه عند البطوله ولات دوريات احتفاليه مناسباتيه بحال في عيد المسيره عيد العرش عيد الشباب بحكم العلاقه ديالو وتعرفت الفريق وتعرفت مدينه القنيطره ولا كيستدعي فرق من اوروبا اللي كيجيو يشاركوا في هذا. اذا ولات العالميه. من بعد تم الاتصال ديال به باش يشارك في البطوله ديال كاس العالم. اولا الفوتسال باقي ما كاينش في لافيفا كاين عند فيفوزا وهاد فيفوزا الرئيس ديالها خوان أنطونيو البركه كان عضو في لافيفا ونشق عليهم ودار الفوتسال فوتبول دي صالون فوتبول دي صالون هي فوتسال كره الصالات. حنا ما عندناش ما كنلعبوش بديك الطريقه ما كنلعبوش بداك الكره ما كنلعبوش بديك القوانين. حنا كنا كنلعبوا بواحد القوانين اللي كانت مخوده من كره اليد ومن كره القدم. نض السي محمد الجامعي بدا كيبذل مجهود اخر ثاني بدا باتصالات مع الفيفوزا مع المكتب الجامعي كيفيه اللاعب والقانون والكره ومشى لعندهم وجاب دي موديل ديال الكره. هذيك الساعه انا كندرب فريق ديال اجاكس بديت كنخدم معاهم داك البالون ولقينا صعوبات اللاعبين لقاو صعوبات لان الحياه ديالهم كلها كرويه تيلعبوا بكره اللي كتبومبا وهذيك الكره ما كتبومباش كتبقى في الارض ثقيله لا في الفراب ولا في الكونترول ولا في صعيب. المهم دار الطلب ديالو للوزاره باش ترخص. ديك الساعه الجامعه ديال الملكيه كره القدم ما فيهاش الفوتسال ما كاينش ميني فوت لا يدخل. بما ان الفريق ديال اجاكس وصل للعالميه ووصل انه يتوصل باستدعاء رسميه للمشاركه في كاس العالم يعني كانوا جلسات ونقاشات وهذا وعطاو الترخيص ديال المشاركه. مشينا سيدي الارجنتين في نوفمبر ديسمبر 94 وشاركنا في البطوله. طحنا مع فنزويلا ومع المكسيك ومع البرتغال لازمنا في المقابلات ثلاثه ولكن راه تبارك الله واحد العروض قدموا اللاعبين ديالنا يعني كانوا متميزين وبدون تجربه وهما كيمارسوا في هذا الفوتبول هذا. الفريق ديال اجاكس ديك الساعه قبل ما يمشي طعم بلاعبين من خارج القنيطره بحال اللاعب ديال الوداد سابقا عبد الغني مصباحي بحال الحارس ديال اتحاد بوزنيقه العزوزي رشيد العزوزي، وكانوا شي جوج اللاعبين اخر من الخميسات، وفي الاخر ما مشاوش لظروف ما. المهم الفريق كان ديك الساعه واحد 80% من مدينه القنيطره. بالناعم ما كانش، لا ما كاينش بالناعم ديك الساعه، ما كاين حتى شي، لكن كاين وقروش بكر، وكاين لوريكي، وكاين حسين بوقادم مع الملقب ب50، وكان الغزواني، وكان كان محمد لا محمد ولد اخت عمر املي العربي، لا لا ماشي احمد، ولد اختو محمد ولا احمد، ولد محمد، اي هذاك ولد الباريزيان، ولد الباريزيان. هادو هما الفرق اللي كان. وكان سعيد عاكف حراسه المرمى رومبلاسون. هادو هما المجموعه اللي مشات. من بعد انا نعطيك الصور وتخليهم عندك وتشوفهم. جينا في حالتنا، خدينا الشهاده ديال اللعب النظيف، الفريق اللي ما حصل على حتى شي بطاقه دو بوان دو في ديسيبلينير، الفريق اللي كان نظيف عطاونا عليها اون كوب، عطاونا عليها شهاده. بدينا كنتناقشوا في هذا الجلس انا وسي محمد الجامعي على ما خصش تبقى هاد اللعبه في مدينه القنيطره اولا في المغرب كله بهذه الطريقه هذه، غير احتفاليه ومناسباتيه اولا كتقوم بدوريات نتايا. هادشي خصو جهاز صعيب، وباش جهاز ما يمكنلوش ينطلق مباشره من القمه، من القاعده للقمه، تمشي مباشره للجامعه. خص اون ليغ عصبه، امور العصبه يسار كيمشي تدريجي، كدير اون كوميسيون وانت غادي حتى كتولي، حتى تنتشر اللعبه، حتى تولي ما وصلت له الان. هو حب الفكره وهما يعيطوا له، استدعاوه لمدريد لجنه التلفيزيه ديال الفيفوزا واقترحوا عليه باش تزيد تنشر اللعبه وتعرف، لان المغرب هو الاول في افريقيا وفي الدول العربيه، واجاكس هي الفريق الاول عربيا وافريقيا هي اللي انطلقت. قالوا له نجيبوا، واش رايك نجيبوا لاكوب دوروب للمغرب؟ انا ديك الساعه السيده ديالي مرضات، كنقعد ليها ايميبليجي، الدراري صغار. قلت لسي محمد انا ما نقدرش نسمح في هاد الوقيته اللي خصنا الاسره ديالي نوقف معاها، ما يمكنليش نزيد. وشاف بعينه، خليته هو ديك الساعه مشى للتنظيم ديال البطوله الاوروبيه، والبطوله الاوروبيه نورمالمون هذا عمل ديال دوله وديال جامعه، هو ضحى بكل شيء، ضحى بكل شيء. دازت البطوله، كانت ناجحه وكان عندها جمهور، وهذا الجمهور هو اللي بغينا نهضروا عليه. وفاش غنهضروا عليه ما غنهضروش عليه غير في المينيفوت، لان كره القدم دارت له الفرجه، لان فيها دي سيكونس اللي هما سبيكتاكولير للمتعه، وخاصه هذا المينيفوت في حركيات اللي وسط الملعب اللي ما يمكنلكش تطبقها في كره القدم الاخرى، ما يمكنلكش تطبقهم في شي رياضه اخرى. دارت الفرجه اللي ما السؤال اللي كنطرح انا، السؤال اللي كنطرح هذاك الجماهير اللي كانت كتجي تحضر المقابلات ديال كره القدم المصغره او الميني فوت او الفوتسال، كتجي تتمتع بداك الفرجه، علاش ما بقاتش دابا؟ علاش؟ شنو اللي تغير؟ الوغ كو دابا صبحت اللعبه اكثر تنظيم، ولات تابعه لواحد الاجهزه اللي هي جامعيه وديال العصبه ولا فريق وطني بالقواعد ديالو وعنده انصاف تكنيك اللي هو في المستوى ولا في اطور ولا تقطير، والمدربين ديالها شحال هذه ما كان رئيس هو لاعب وهو مدرب. دابا لا، كاينين مدربين ديبلوم وبتكوين، ولكن اللي كيتفرجوا هما الاقارب او الاصدقاء. فين كاين المشكل؟ فين كيتطرح؟ انا كنعقل في 88 ولا 89 كتلقاك باش تلعب مقابله الاخرين ديالها بجديده ورمضان، وحنا غنلعبوا النهائي ديال البطوله المينيفوت الوطنيه مع فريق العماله القديمه. ما يفوق 4000 متفرج في ملعب ديال 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 لافيلوط ديال كره. الوغ كو كاين المتفرجين اللي جاوا بالسيارات ديالهم كيجريو من الجديده وحضروا للشوط الثاني ديال المقابله. هادشي تنشوفوش دابا، وعن طريقه غادي ندوزو للفروق الاخرى لكره القدم الكبيره. فين هو هذا الجمهور؟ الا مشينا الا مشيو للفيسبوك ولا هذا كنشوفوا بان كاين لي كريتيك وكاين التعاطف فرقه البلاد وفرق البلاد وهذا وهذا. ملي كنمشيو للملعب ما كنلقاوش حتى 800 متفرج. الا جينا نحسبوه في الفيسبوك راه هما 100 مليون. فاذا به داك الجماهير اللي كانت كتفرج في الميني فوت ما بقات شيء. دارت بطوله في بيرانزاران وملعب في المستوى. لا انا كنهضر لك على المداومه ديال الجمهور الحضور المقابلات، لان هي لعبه الفرجه. لعبه الفرجه ما يمكنش. بيرانزاران كانت ما كنتش كتجبر كانوا كيهبطوا حتى للملعب باش يلقاو البلاصه بالكراسه. بيرانزاران داكشي اللي وقع في بيرانزاران ما كاينش دابا، ما نعرف علاش. وكاينين الناس اللي اجتهدوا فيه بحال الاخ ديال الصنداضي، بحال القشيني، بحال واحد المجموعه اللي كانوا جباره فاسكا. هاد الناس هادو فينا هما اولا، وفينا هو هاد الجمهور. راه كانت متعه بيرانزاران. انا كنظن بان بيرانزاران تفوقات على لافيلوط في واحد الوقت في العدد ديال الجماهير، وبانوا لاعبين كبار. كانوا لاعبين كبار اللي ضاعوا، واحد اشيبان واحد مجموعه ديال اللاعبين اللي بانوا غير في بيرانزاران، بلا ما نهضروا على المنطقه ديال لافيلوط. ملي مشيت درت لا دي تي ان، جاو كويلو الفريق الوطني، وتعاودت الجامعه ديال كره القدم اللي ترأسها حسني مسليمان، ودرت لا دي تي ان دار على راسها رشيد طوسي. ديك الساعه الجامعه الدوليه فرضت على الجامعات باش يدخلوا كره القدم النسويه ويدخلوا كره القدم الصالات. ملي وصلوا لكرة القدم ديال الصالات عيطوا لي بحكم العلاقة ديالي مع السي رشيد وواحد المجموعة. مشينا جلسنا تناقشنا في الموضوع هذا، وعينوني على الفريق الوطني ديال كرة القدم. أنا كنت تنتظر دار واحد لا كوميسيون، وما عينوني أنا مباشرة مدرب الفريق الوطني. فين هو هذا الفريق الوطني؟ فين هي هذه الفرق الوطنيه؟ ما كايناش بطوله لا على الصعيد المحلي لا على الصعيد العصاب لا على صعيد ديال الرئيس ديالها هو الحسين رديف الله يرحمه من اكادير، وعاطينو الفئه الصغرى البطولات الفئه الصغرى او نيفو ديال سوس وديال الجامعه. استدعاني جلست ثانويه في المكتب ديال الاداره التقنيه. انا مشيت ببرنامج مشروع او باقي عندي لي كالكي، جلست نتناقش انا وياه اش خص يكون وكيفاش خص يكون شنو يكون اش غنوصلوا له كيفاش غادي نديروا كيفاش غادي نديروا. في 5 دقائق قال لي الله يخليك استاذ، هذا العمل ديالك انت حنا ما كنعرفوش فيه. هذا العمل ديالك انت سير خدم فيه وقدو. واش انا اللي غندير بطوله ديال العصاب؟ واش انا اللي غندير بطوله محليه؟ واش انا غندير بطوله وطنيه؟ ما يمكنش هادشي، هادشي تيتجاوزني. وصلت لواحد الحقيقه انهم حتى هما تيقلبوا غير على المناسبات. ملي يجي عيد العرش نجمع لينا واحد المجموعه ديال الناس ونديروا واحد الدوري فيه بعض الخروق ونخرجوا فريق رابح. وفي عيد الشباب بما ان كاين ابناء الجاليه المغربيه في الخارج وخاصه بلجيكا وفرنسا واسبانيا عاود نعيطوا عليهم ونجيو نلعبوا واحد الدوري ديال عيد الشباب. وانا غادي غنبقى نمشي يوميا انا للجامعه وانا موظف ديال وزاره التربيه الوطنيه واخا عندي الترخيص نمشي نجلس انا في المكتب ما ناض ديك الساعه صوبت انا البلانين دفعته للمدير التقني اللي دفعوا للكتابه ديال الجامعه صافي بقى محطوط تما. وهادشي كله اصله صراعات وزعامات، ولكن الفيفوزا ما عندهاش السلطه اللي عندها فيفا، السلطه الاحتكاريه ما عندهاش هاد السلطه هادي باش تفرض على الدول، ما عندهاش باش تفرض على الدول باش يمارسوا الفيفوزا لا، ولكن لا فيفا عندها لان حنا عندنا الفوتبول A11 تيفرضوا عليك. ملي فرضوا على هذا جاو الحقيقه اللي كنا كنناقشوها انا وجامعي، وهي ان هادشي خصو تكون العصاب، ومن العصاب عاد ندوزو للفرق الوطنيه. انطلقوا العصاب في المغرب كله، تاسست العصبه، كانت اول عصبه هي عصبه الغرب، عصبه الغرب، وكانت في المديريه ديالها من القنيطره، المديريه ديال القنيطره. وكنت انا عيني رئيس العصبه ديك الساعه الحاج محمد الكرتيلي مدير تقني، والرئيس ديال العصبه كان هو عبد المولى الخفاري من الخميسات. ومشات هكا. ولكن دائما المشكل فين كاين هو ان البطوله ما كاينش فرق كثيره، ماشي بهاد النوعيه اللي دابا القسم الوطني الاول والثاني واش فهمتي. ما كانش هادشي هذا وما كاينش المسيرين اللي كانوا يقدروا يغامروا، ما كاينش المسيرين. هو بيني وبينك السي محمد الجامعي ضيع راسو وضاعت اللعبه، لان ما كاينش مسيرين اللي يقدروا يضحيوا بحال السي محمد الجامعي، ما كانوش. هادشي كيطلب فلوس، وكيطلب علاقات، وكيطلب بزاف، كيطلب تجربه ومعرفه. الفرق ديك الساعه بقاو بالفكره ديال فرق الاحياء، نتلاقاو اجي نلعبو ونساليو ومشينا، نجي نعرقو نجيو نعرقو. الفكره ديال القصاره حتى العصبه راه ما طلقتش شي بواحد ما كانتش مهيكله وما طلقتش شي بواحد الروح اللي هي هذا. وعلى الصعيد الوطني راه واخا القنيطره والعصبه الغربيه كانت الاولى، ولكن ماشي بداك ملي ولات تتخرج الميزانيات من الجامعه وكتعطى للعصاب وهذا، عاد ولات شويه الامور كتحرك. علاش؟ لانه كيخفوا على الرؤساء واحد شويه ديال الصوائر وديال حتى اللعاب راه الله يكون في عونه. الا غادي يجي قصر راه تيعرف راسو وقتاش غيجي، الا بغى يجي الا ما بغاش يجي، ولكن باش يلتزم لك راه تتولي مهنه، كيولي احتراف. راه تيخصو حتى هو باش يتنقل، خصو الصباط ديالو، خصو الكسوه ديالو، خصو هي باش ولات العصاب. ملي ولات العصاب عاد تكونت الفرق الوطنيه، ولكن كتبقى ديما لا على الصعيد العصاب ولا على الصعيد الفرق الوطنيه، دائما لوساتور هي مدينه القنيطره، لا من الناحيه ديال اللاعبين ولا من لو ستاف تكنيك. لان حسن غويلا، الاستاذ حسن غويلا اللي صديق ديالي والاخ ديالي، لعب عندي انا ودار دراسات ودار تكوينات ودابا راه مؤطر. هشام هكذا، هشام هادي الساعه ولا قبل ومع عزيز بيدو عادي السايح. وكاين دابا هادو المدربين ديال دابا راه هما سوسون دي زونترنور اللي هما اكفاء. هادشي ما كانش، انا قلت لك حنا باش خدمنا بلو تيتر ديال استاذ التربيه البدنيه، عندنا اون بوليفالونس في التكوين وكاين واحد الميولات واجتهاد، كاين بعض دي سيتوياسيون ديال اللعب اللي كناخذوهم من الفوتبول 11 في لي بالاريتي فهمتي كاين لي شوز وكيبقى التطبيق على لا كاليتي ديال التكنيك ديال لو جوور. بيتر شنيتغر كان في لا ديفيزيون دو فورماسيون دي كادر، كانوا مديريات، كانت مديريه ديال الفرق الوطنيه واللي كنت فيها انا مع المدربين، كنت مع حسن بن العبيشه ومع فتحي جمال ومع سي محمد موح، وكانت مديريه ديال فئه الصغرى اللي كان كيتقصد الدكتور زوبير فورماسيون دي جون ومع صالح موتيب، وكانت لا فورماسيون دي كادر اللي كان فيها شنيتغر وكان فيها صلاح بن عزوز، وعيطوا لي انا ليها، هي اللي قمنا بالتدريب ديال اللاعبين الدوليين ديال 80، لان ما عندي ما نخدم انا في الفوتسال، غنتسنى حتى يقرب عيد الشباب وعاد النوض هذا، وليت كنخدم مع طلب من بيتر شنيتغر، طلب من المدير التقني باش نخدم معاه. هي هذيك درنا دو ستاج، واحد ديال اللاعبين الدوليين ديال 80 وواحد ديال اللاعبين ديال كرة القدم اللي هما كيأطروا الفئة الصغرى في الفرق الأندية ديالهم، باش الجامعة فكرت باش دير مراكز التكوين لكل نادي، درنا لهم واحد التقرير. من بعد جات كأس العالم ديال 2002 ديال كوريا والجابون، جات كأس العالم. حنايا العمل ديالنا اوكور دو لا سيمين في الجامعه في هاد لي ديبارتمون، ولكن النهار اللي كيكون لاعب الفريق الوطني كنحضروا المقابله وكنديروا تحليل نهار الاثنين مع الصباح، كنديروا التحليل ديال المقابله كنخدموه، مع الخمسه د العشيه كنسلموه للكتابه ديال الجامعه اللي كيتسلم للسيد الرئيس ديك العشيه، ومن بعد ملي كيتسلم السيد الرئيس المدير التقني كيجلس مع المدير الجامعه السي محمد العمراني الله يرحمه، وكيجلسوا مع المدرب الوطني كيناقشوا هذا الشيء بالتفاصيل بناء على ماذا بقينا هذيك الخدمه هذه. المغرب كان غادي مزيان حتى المقابله الاخيره مع السنغال في دكار، كان خصو يجيب غير تعادل ويدوز لاكوب دي موند، خسرنا هازم بواحد 1-0، هازم 1-0. اول ما صبحت نهار الاثنين هو الاداره التقنيه تحل، الاداره التقنيه تحلات، وحيدوا كويلو وجابوا زكي يقبط الفريق الوطني، لان كانوا تابعين من جزائر شيموس. والفرق الصغرى كانت واحد المقابله باقه ديال الشبان، عطاوها عيطوا لشنيتغر لانهم عندهم معاه كونطرا، كانت عندهم معاه عقده، باقا ما كملات شيء، مشى قابل هذيك المقابله اللي بقات ديالو وتفكت، سالت لا دي تي ان مع رشيد الطاوسي مع هذه المجموعه هذه. حنا عندنا في التعليم الجامعه ديال الملكيه للرياضه المدرسيه، انا باقي معاهم في الجامعه، وعيطوا لي من المديريه باش ندي الفريق الوطني المدرسي للبطوله العربيه في لبنان. مشيت انا صالح موتيب والشابه والرئيس ديال الوفد هو الرئيس ديال الجامعه سي محمد بوهروان، ومشى معايا بشير بويطه من طنجه مفتش التربيه البدنيه اللي هو خال الصحابي فؤاد. مشينا خسرنا في الدومي فينال في نصف النهايه، ولعبنا المقابله الترتيبيه خسرناها حتى هي، سالت البطوله جينا في حالتنا. بقيت كنمارس انا الرياضه المدرسيه حتى 2004، عيطوا لي عاود من المديريه ديال الرياضه المدرسيه باش ندي الفريق، نصاوبوا فريق ديال لي بنجامين قل من 11 عام يمشيو لواحد الدوري ديال تولون ديال يغلو بالمي، من العالم كله كيجيو يشاركوا فيه والمغرب. هذيك السنه عيطوا لي باش نوصلوا، درنا واحد التجمع في فاس وتكلفت به انا وعزيز السليماني، وكانوا دي سوبرفيزور عبد الحاج عبد الرحمن السليماني والمرحوم بارك به ديال الجديده. وعينوني انا هو المدرب الوطني اللي غادي ندي الفريق من شي 74 لاعب، بقينا كان حتى وصلنا ل 40 لاعب حتى وصلنا للفريق فيه 12، وديك 12 كيمشيو منهم غير 8. من ضمن ديك 8 داز لينا اللاعب ديال النادي القنيطري الفارسي. الفارسي انا مشى معايا لفرنسا ودا ميور بيتور بسته ديال الاهداف، ميور بيتور ديال التورنوا، حيت حنا تقسينا في الكارت فينال مع البي زي اندوفن بضربات الجزاء. من تما انقطع العمل ديالي من مع الكره يعني رسميا من تما انقطع 2004. هذيك اجتهادات ماشي كان قانون، لا ماشي كان قانون، كانت غير اجتهادات. انا قلت لك اللعبه تلعبات منقوله قانونيا على كره اليد. هو نورمالمون راه كاين الفوتبول ا11 وكاين الفوتبول ا7 كيتسمى له فوتبول ايدوكاتيف. حنا بحال دابا في التربيه الوطنيه يعني في التعليم كان عندنا الفوتبول ا7، ما كانش عندنا الفوتبول ا11، وعنده قانون ديالو والتراساج ديالو وكلشي ديالو. اذا ملي جينا كنلعبوا هاد البطوله ديال الميني فوت طلقنا بخمسه اللعاب وحارس ديال المرمى حارس. من بعد الفيفوزا راه هي اللي دارت 4 والحارس ونقلتها عليها لا فيفا نقلتها عليها. علاش؟ لان لو تيران الي ريدوي 20 سور 40 ديال كره اليد، والتغيير كاين في الخطوط. البنيه التحتيه هذا عائق كبير، وعائق كبير ماشي غير على المينيفوت، على جميع الرياضات. حتى هاد الملاعب القرب اللي داروا بواحد العشوائيه، راه ما داروش بالتخطيط. الا هما داروا بالتخطيط على الصعيد المركزي، على الصعيد المحلي راه كاينه عشوائيه، كاينه عشوائيه تيتعطاو من ما بغاو، ما كاينش ان اونتروتيان، ما كاينش ان بيدجي دونتروتيان. كاين اللي تيتصمصروا في هاد الملاعب وهما مديورين هاد الملاعب القرب لا بوبيلاسيون وهاد الفروق اللي هي كتضحي. ما يمكنلكش نتايا تتصير كينقام لك دابا الفريق ديال كره الميني فوت تينقام لك يعني في لا سيزون ب 30 مليون ولا 20 مليون ولا ب 50 مليون، وانت ما عندكش ارضيه فين تلعب اولا ما عندكش النوبه فين تلعب. تيعطيوك نص ساعه ولا ساعه تدريب 2 مرات في الاسبوع، راه ما يمكنش. راه حتى هاد الايامات فريق ديال كره اليد ديال الكاك راه كيتشكى، عاطيينو ساعتين في الاسبوع كله الاربع والخميس، وكتقول له سير تلعب البطوله الوطنيه. الوغ كو هاد الميني فوت اولا هاد الفوتبول اونصال شنو المشكل؟ الا كانت كل حي تكون فيه قاعه شنو المشكل؟ انا ملي مشيت لارجنتين انايا راه بقيت مبهور، راه ما كاينش شي حي اللي ما فيهش قاعه، ماشي بالمواصفات ديال باش خصناش انا المواصفات ديال لافراستركتور تكون دو لوكس. قاعات عاديين فين تلعب حتى القاعه اللي كنا في لازون اللي كنا فيها في الارجنتين في بوساداس ايتوزاغو راه ماشي شي قاعه خارقه، راه تشوف الصور دي هونغار اللي اميناجي وكتلعب. راه مشكل ديال الانفراستركتور. ملي كتجي تناقش معاهم هنا على الصعيد الجامعه كيقول لك شوفوا المجالس البلديه، كتمشي للجامعه. هادشي النتائج اللي كتوصل لك هاد الحاله هادي. ما يمكنش هاد الفريق هذا اللي ربح لا كوب دافريك ومشى لا كوب دي موند ولعب مع فرق كبار وقصاهم واللي عندهم تاريخ في كره القدم ما يمكنلوش ما يتعرفش. وما يمكنش دابا الفريق الوطني بحال يلبسوا واحد التهمه، راه ولا مطلوب من الفرق الكبار. ولكن خاص خصنا نحميو هاد الفريق الوطني وخصنا نزيدو ندعموه. يعني الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بصريح العباره تيخصها تزيد الاهتمام ديالها في هاد اللعبه هادي، خاصه والاكثر تتويج حاليا. واش شنو نقول لك انايا، ها حنا دابا كرة القدم، كرة القدم ل 11 اللي نضع عليها الضجه كلها، شنو هو التاريخ ديالنا فيها؟ شنو هو؟ تتعرف بان هذاك الكتاب اللي حداك فيه البطوله الوطنيه انطلقت في 1922، شنو هو البالماريس ديالنا حنايا من 1922 لدابا؟ شنو درنا؟ 76 شنو هي 76؟ كاس وبمقابله فيها تعادل، ومشينا 86 للدور الاول، درنا منه ضجه وكبرنا منه. انا بالنسبه لي اللي كنفهم في هذا الميدان هذا، او اللي كنميل لهذا الميدان هذا، بما ان المغرب هذه المشاركه السادسه ديالو، هذا راه ولا دوله اللي ديال لاكوب دي موند. حنا دابا ولينا فريق ديال لاكوب دي موند، ولكن شنو هي النتائج؟ حنا ما خصناش نبقاو نقلبوا على ربحنا البرتقيز ب 3-0، تعادلنا مع بلجيكا، او لا درنا مقابله مزيانه مع اسبانيا، لا حنا ما بقيناش ديال هادشي هذا. كرواتيا سالت الحرب مشات للفينال ديال كوب دورو، سالت الحرب هي مشات للدومي فينال ديال لاكوب دي موند. ما بقيناش حنايا، كنخصناش نبقاو نقنعوا بنتائج ديال المقابله، خصنا نقنعوا بنتائج ديال المشاركه، لان سور لو كوتي بسيكولوجي خصنا نامنوا، لا نتوما كصحافه ولا حنا كتقنيين ولا كلاعبين ولا كمواطنين، خصنا نامنوا بان حنا عندنا واحد ديكاليتي اللي وصلونا لواحد، لا سمعوا عليه، ما بقاش مقبول منا اننا نلعبوا مقابله ونقولوا هادشي لعب الله، لا. انما هادشي هذا ما تيمشيش عاوتاني غير بالروح الوطنيه والروح الرياضيه، هادشي خصو مؤهلات. الحمد لله دابا التكوينات راه في مستوى تيخص هادشي ينهضوا به، لان هذا مكسب، علاش غتضيعوا فينا؟ كاين دول تتحلم غير تأهل، اللي وما تأهلاتش. انت راه هذه راه المشاركه السادسه ديالك اسيدي. اذا هاد كره القدم المصغره اللي وصلت للعالميه تيخصنا نزيدو نطوروها، تيخصنا نديرو، واش يداروا مناظرات، واش يداروا دي كوميسيون، لان كاين الناس اللي تيفهموا في هادشي هذا حاليا، دابا ولاو مؤطرين اللي هما ديبلومي واللي داروا دي زيتود اللي تيفهموا في هادشي هذا. كاين ناس مسيرين في المستوى دابا، كاين لاعبين اللي ولاو اختصاصيين في كرة القدم داخل القاعة، هادشي مخصوش يضيع. أنا كنهضر على راسي كشخص، أنا ما كنآمنش بالمناصب أولا، ثانيا دواموا لله، لأن ما يمكنلكش تبقى في الكرسي أنت ديما فيه، لا. انا تنشط وتعجبني الحال ملي كنشوف اطور كتجدد وفي المستوى، كهشام كحسن كواحد المجموعه، يسمحوا لي اللي ما كنعرفهمش لان انا بعدت من هذا الميدان، نتناقشوا بحال هكا استشاريا ماشي مشكل، هذا اللي كنطلبوا، اي ولكن باش عاد نقلبوا حنا على المناصب، حنا مابقاش عندنا حق في المناصب، على الاقل كمستشارين، اي ولكن كنا هذا الشيء كتقولوا انت تبارك الله عليك راك كتسير كرة القدم الاوروبيه عن طريق بارسا والريال والسيتي وهذا. الناس المستشارين هما الناس اللي مارسوا وكتعطيهم القيمه ديالهم بدون تعويض، وكيدار بالكلام ديالهم. دابا في جيسهم اللي كيدير شي ملاحظه نهار اللي كتخسر مانشستر راه كيدار بالكلام ديالو، راه في برشلونه ملي كيهضر اونسيان جوور باغ اكزومبل، اي واحد كيهضر على شي ملاحظه راه كدار بالكلام ديالو، او اللي كان مسير او اللي كان مدرب في الريال مدريد لا ميم شوز، في لاسيد مينو لا ميم شوز. حنا هاد المساله هادي حنا نصوم دي زيليمون جوطابل تنساليو منك، هادي الخير لا، وهذه راه حتى في الوظيفه الرسميه. واش كاينه شي وزاره اللي تتسالي انت المهنه في التقاعد تيصيفطوا لك رساله بانك قد تم تشطيب عليك من الوظيفه العموميه ما كيقولكش حتى شكرا في الاخر، انت خدمتي معاهم 40 عام وتيقول لك شطيب عليك اولا تم اعفاؤك. عاد حنا غنمشيو نهضروا على النشاط الرياضي اللي هو حر. هذه ثقافه، هذه ثقافه وعندنا واحد الحب ديال الملكيه. تنبغي نملك واحد الحاجه، انا باغ اكزومبل درت دي ستاج وكانت عندي دوكيومونطاسيون ديال دي ستاج اللي كنشوفو عنده ميولات تنعطيه ديك الدوكيومونطاسيون. انا ما بقات عندي حتى وثيقه ديال لي ستاج، انا ما عندي ما ندير بهم. هاد السيد هذا باقي جون وباقي يخدم لا في الاطار ديال التربيه الوطنيه ولا في الاطار ديال الرياضه المدنيه اللي عندي تنعطيه، انا ما عندي ما ندير به. فهمتيني؟ علاش غادي نبغي نملك انا هاد البلاصه؟ انا كنشكركم على هاد حيتو فيا واحد المساله اللي هي كنت نسيتها في مره، حيتوها فيا وحبست العلاقات ديالي انا مع النشاط الرياضي لدرجه ان كاين شي اخبار اللي ما فراسيش ما عادي الا جبرت في حاجه في فيسبوك ولا عن طريقكم ولا عن شي حاجه. وتنتمنى انا من المسؤولين ماشي غير المركزيين ولكن على الاقل المحليين ينهضوا بالقطاع الرياضي، لان الرياضه وخاصه كره القدم هي القاطره اللي كتجمع جميع الرياضات. والان هذا المكسب ديال هذه الرياضه اللي بالنسبه لينا حنايا جديده بالقانون ديالها وهي كره القدم القاعات، ما خصش هاد لي كومبيتونس يديرو اللي تنشوفوه حنايا. السي هشام اطار وطني وخبير دولي، وتنشوفوا حسن بويلا وتنشوفوا واحد المجموعه السايح وعاد واحد المجموعه. شنو هو المستقبل ديالهم؟ شنو هو المستقبل ديالهم؟ واحد الوقيته غيساليو من الميدان ولكن غيبقى عندهم واحد لو كوميل ديال لي كونيسونس لما غيعطيوه راه بحال واحد المشعل، بحال ان تيموان لما غادي تخليه اولا حتى هي نقطعوها بحال اللي وقع لبعض الرياضات. لا، وهادشي كله كيصب في اتجاه ديال الفرجه. فاش كنهضروا على الفرجه، اللي كيتفرج راه كيجي باش كيتفرج وكيرتاح، واللي كيمارس راه هربتيه من عدات مشاكل وانحرافات وبزاف د الحوايج بصح، وبنيتي له المستقبل ديالو. لان لو اننا عطينا للقطاع الرياضي القيمه ديالو والحق ديالو وصرفنا عليه، لان الاموال تتصرف وصرفنا عليه، ما غنشوفوش هادشي اللي وصلوا له الشباب. وتتفتح بيبان ملي تجيب انت اللاعب وتتكونو وتتوجد له الاطار فين يشتغل وفين يلعب، ومن بعد كيولي هو مؤطر وكيولي مدرب ومن بعد كيولي خبير. راه ماشي سهله، راه هذا هو المكسب. حنا تنهضروا على الاستثمار ديال 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 البشر ديال لا بيرسون، الثروه البشريه. راه هذا هو التفسير ديال الثروه البشريه، راه ماشي غير عناوين، راه ماشي عناوين. والرياضه دابا هي ليماج ديال الدوله. حنايا في الثمانينات في بدايه الثمانينات شكون كيعرف المغرب؟ لو ما كانتش الالعاب الاولمبيه وبانت فيها المتوكل وعويطه. المغرب اول دوله اللي شاركت في كاس العالم، دوله عربيه افريقيه، مكسيكو في 70. المغرب هو اول دوله اللي في النهائي ديال البحر المتوسطي تضرب تركيا ب 3-0. المغرب اول دوله عربيه افريقيه اللي كيدوز الدور الاول في 86. ولكن ملي كنقراو هاد الشيء هذا نورمالمون خصو يكون حافز لاننا نزيدو للقدام، فاذا بيا تنوليو بالعكس.